السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو تريكات ليونت 2 التالت. فيديو التريكات ده التالت ليونت 2. إن شاء الله احنا خلصنا، نزلنا أول حلقتين بتوع التريكات بتاعت الجزء الأولاني في نت 2 اللي هو كان عبارة عن المقارنة والتفضيل، وناقصنا التركيب بتاعت الجزء التاني بتاع الماضي التام والماضي التام المستمر. طيب انا حبيت بس فيديو التركيب ده يكون يعني مختلف شوية عن اليونت، لكن داخل منه الازمنة دي. طيب ايه اللي هنعمله؟ انا قسمت النهاردة الفيديو ده لثلاث حاجات مهمين جدا، ثلاث قواعد لازم تكون عارفهم طالما انت طالب في ثانوية، مش ثالثة ثانوي، في ثانوية لازم تكون عارفهم. بسم الله، الاول بس لو مش عارف موعدنا، احنا بننزل فيديو يوم الاثنين والخميس والجمعة الساعة 8، دي موعدنا على يوتيوب. في قاعدة بتقول لك it's time، بص ركز فيها، بيقول لي it's time معناها حان الوقت، حان الوقت. قال لي it's time ديت بيجي بعديها to زائد المصدر، يبقى it's time بيجي بعديها to زائد المصدر، كمان بيجي بعديها for زائد noun الاسم، for زائد noun. خد بالك بقى، لو جه بعديها فاعل، لو جه بعديها فاعل فهيبقى بعد الفاعل ده حاجة من اتنين، اما ماضي بسيط او ماضي تام. بس شرط عشان يبقى في ماضي تام لازم تكون عندي كلمة بتدل على ماضي بسيط، يعني زي last و ago in the past، كلمة بتدل على ان الحاجة دي ماضي. لما الاقي في جملتي كلمة بتدل على ان الحاجة دي ماضي زي yesterday امس، فبحط جملتي في الماضي التام. ما بلاقيش الجملة دي بحط ماضي بسيط. تعال نشوف الامثلة اللي قدامنا. بيقول لي اول سؤال it's time، انا it's time جت لوحدها هي اتس تايم، قلت لك اتس تايم بيجي بعديها ايه؟ لو ما جاش بعديها فاعل، ده انا مش مفيش فاعل بعديها، مفيش فاعل، يبقى اذا بيجي بعديها تو المصدر او فور والناون. طب انا عندي هنا ايه؟ عندي تو والمصدر بس، تو والمصدر، يبقى تو هاف، يبقى اتس تايم تو هاف لانش. طيب هنا برضو نفس النظام، اتس تايم اهي، واما ما عنديش فاعل فالمفروض اخد تو المصدر او فور وناون. طب انا عندي ايه هنا؟ انا عندي هنا نون اهوت جايب لي نون، يبقى ناقصني مين؟ ناقصني فور، ناقصني فور. يبقى اذا عرفت ان اتس تايم بيجي بعديها تو المصدر او بيجي بعديها فور والنون، تو المصدر او فور ونون. طيب اتس تايم اهيت وجي بعديها فاعل علي، علي فاعل، يبقى المفروض هيجي حاجه من اتنين، لو لقيت كلمه بتدل على ماضي هنا، هنا ما لقيتش كلمه بتدل، لو ما لقيتش فبختار ماضي بسيط على طول. طب لقيت بختار ماضي تام، هنا ما لقيتش فبالتالي بختار ماضي بسيط على طول. على القاعدة اللي بعديها اسمها would rather، would rather. طيب بيجي بعديها ايه would rather؟ قال لي would rather علشان نبقى واضحين بيجي بعديها الفعل في المصدر، يبقى would rather بيجي بعديها الفعل في المصدر، كمان would rather بيجي بعديها فعل في مصدر وتلاقي جنبها كده شوية than وبعد كده فعل في المصدر تاني، يبقى بيجي بعديها فعل في المصدر أو فعل في المصدر وبعد كده than وفعل في المصدر، أو يجي بعديها فاعل وبعد الفاعل ده برضو حاجة من اتنين، إما ماضي بسيط أو ماضي تام. بس شرط برضو عشان يكون في ماضي تام لازم تكون عندي كلمة بتدل على ايه؟ على ماضي زي yesterday و last ago. طيب تعال نحل، جيب لي I would rather، ده اختصارها apostrophe دي I would rather، وجاب بعدها ما جابش بعدها فاعل وجاب نقط، ما جابش بعدها فاعل وعايز نقط، يبقى اما مصدر على طول مصدر او ما فيهاش حاجة. طيب يبقى هنا بختار مين؟ المصدر عندي اللي هو ايه؟ اللي هو go، يبقى I would rather بيجي بعدها المصدر على طول. طيب I would rather علي جاب بعدها مين؟ فاعل، فعندي حاجتين،
لو لقيت كلمة بتدل على ماضي وهنا ما لقيتش، فبالتالي باخد هنا طالما ما لقيتش بختار مين؟ الماضي البسيط عندي اللي هو went. طب إذا لقيت بختار ماضي تام اللي هو لو هنا مثلا تبقى had gone. طيب بعد كده I would rather read. بص جاب would rather وجاب read، جاب would rather هيت، جاب would rather هيت وجاب read، وبعد كده جاب then هي then، يبقى ناقص مين؟ ناقص الفعل في المصدر هنا كمان اللي هو مين؟ اللي هو watch، ومش to watch، هي watch بس. يبقى I'd rather read novels than watch، فعل في المصدر اهوت، وبعد كده جاب then، وبعد كده المفروض عندي فعل في المصدر تاني. يبقى would rather اللي معناه يفضل بيجي بعديها مصدر او مصدر then مصدر او فاعل ماضي بسيط لو ما عنديش كلمة دالة، وماضي تام لو عندي كلمة دالة على الماضي البسيط. بعد كده عندي prefers. بص عندك كلمة would prefer بيجي بعديها المصدر او بيجي بعديها to زائد المصدر، would prefer بيجي بعديها to زائد المصدر. طيب كلمة prefer لوحدها بيجي بعديها ايه؟ اللي بيجي بعديها to زائد المصدر، يبقى كلمة prefer لما الاقيها لوحدها يجي بعديها to زائد المصدر، او يجي بعديها الverb في ing، او يجي بعديها الverb في ing وتلاقي بعديها to وبعد كده verb تاني في ing، يبقى would prefer بيجي بعدها to المصدر. طيب prefer لوحدها to المصدر او الverb في ing، وممكن يجي فيرب في اي ان جي تو بعد كده فيرب في اي ان جي. تعال نشوف الامثله. دلوقتي انا جالي هي اللي هو الفاعل تمام، وبعدها جاب لي بريفير ما جابش وود بريفير. طب انا عارف ان بريفير بيجي بعدها تو المصدر او فيرب في اي ان جي، طب تو المصدر بس اللي عندي يبقى هتبقى تو بلاي، يبقى هي بريفيرز تو بلاي تنس. طيب نفس النظام جاب لي هي وجاب بريفيرز، طيب عايز بعدها نقط، طب المفروض عندي تو المصدر او فيرب في اي ان جي، طيب انا عندي بس الفيرب في اي ان جي اللي هي كلمه ايه؟ كلمه بلاينج، وينفع اقول تو بلاي زي ما حليناها فوق. بعد كده هي بريفيرز اهي، بريفيرز اهي، وبعدها جاب مين؟ فعل في اي ان جي تمام، وبعد كده جاب لي تو اهي تو، يبقى ناقص لي مين؟ ناقصني الفيرب في اي ان جي هنا اللي هو مين برضو؟ اللي هو بلاينج. يبقى هي بتيجي بعديها prefer، تيجي بعديها verb في ing، بعد كده to، بعد كده verb في ing. معناها بقى ان هو بيفضل شيء على شيء، القاعدة ديت شيء على شيء، يفضل شيء على شيء. هنا بيفضل لعب التنس على لعب الايه؟ الفوليبول، كرة الطايرة. ثلاث قواعد مهمين جدا جدا جدا. والله انت محظوظ ان الفيديو قدامك ودخلت وشفته، اكيد استفدت منه. ياريت بس تشير الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل القناة لأكبر عدد ممكن، وعشان نفيد الناس وعشان تفيد غيرك برضو. احنا كمان شغالين شرح منهج تالتة ثانوي ان شاء الله كامل على يوتيوب، بس ناقص منك الدعم الكويس علشان اقدر اكمل معاك المنهج كله ان شاء الله بإذن الله. هسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك جروب التليجرام وجروب الفيس لو حبيت تبان عليهم، وهسيب لك رقم الواتس بتاعي لو حبيت تستفسر على اي حاجة ابعت لي وان شاء الله هرد عليك. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، سلام.